تدعوكم عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت لحضور أمسيات ليالي بيرزيت، والتي ستقام في حرم الجامعة الساعة 8 مساء في يومي 19-20 حزيران 2013. تحيي الأمسيات مجموعة نقش، فرقة أصايل للفنون الشعبية، فرقة حقل الفن الملتزم من الناصرة، فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، فرقة جذول للدبكة الشعبية جامعة بيرزيت، فرقة سنابل جامعة بيرزيت. تباع التذاكر في مطعم وكوفي شوب مرجحة في بيرزيت، ريف كافي، مطعم وكوفي شوب تشيتشي، زيت وزعتر في رام الله، وعلى أبواب المهرجان. للاستفسار الاتصال على 298-20-86. حضوركم يسعدنا.